زيارة هذا المتحف اللي هو أولا ديور واحد الرياض التقليدي اللي كان ضروري أنه يعاد الترميم دياله. تم فعلا الترميم ديال هذا الرياض بطريقة ممتازة، المحافظة على التراث القديم وعلى الرونق ديال الرياض ديال العود والخدمة ديال الزنبيش والخدمة ديال القبل. هذا كله بفضل المجهودات ديال المسؤولين عن الولاية وعن المدينة وعن قسم التعمير وقسم الترميم اللي كاين كذلك في وزارة الثقافة. كذلك متحف مخصص للتراث من التراث ديالنا التقليدي، الصناعة التقليدية ديالنا، الصناعة ديال الزرعية اللي كتعبر على ميول ديال جميع الجهات وجميع النواحي ديال المغرب. هذا كان العمل الجيد من جميع النواحي ديال المغرب، الأطلس الصغير والأطلس الكبير من ناحية ديال الباص والنفاس. هذه قيمة مضافة بالنسبة لمدينة مراكش، قيمة مضافة بالنسبة للسياحة الوجهة السياحية ديال مراكش، قيمة مضافة كذلك للمغاربة باش يكتشفوا التراث اللي عندنا ومفخره بالنسبه للمغرب. انت هذا المتحف، هذا المتحف نتاع الزرابي، وهذا الزرابي فيهم واحد المهمه مزيانه، يعني جداتنا وجدات جداتنا كانوا كيخدموا كيديروا هذه الخدمه هذه. هذاك الشيء علاش بغيت ندير هذه المهمه، لان ملي كنت صغير وكنت ساكن في التقدم مع الوالده الله يرحمها، ملي كندخل للدار كنلقاها كتخدم حتى هي كتصايب هذيك الزرابي، والله يرحمها كنت كنسمع الصوت نتاعها، كنسمع الخدمه نتاعها، كنشوف الخدمه نتاعها وكنسمع بحال ملي كيدكوها كنسمع بحال الموسيقى نتاعها. ودابا فرحان لان هذه الخدمه اللي دارت هنا في هذا المتحف غادي تفهم بما المغاربه كلهم يشوفوا بما عندهم واحد الاثار مهم، ونوريهم الاثارات نتاعهم ونوريهم التاريخ نتاعهم والجذور نتاعهم، وحتى الناس اللي غايجيو من الخارج غادي يشوفوا هذا الشيء. هذا هو الجناح المخصص للعرض المثقل في المتحف. هذا الجناح هو ديال كان يسمى الدار الزميل.